ده كان مقطع من قصيدة الأطلال اللي بتعد أشهر قصائد كوكب الشرق أم كلثوم، واللي حققت نجاح كاسح وما زال نجاحها مستمر حتى اليوم. القصيدة دي كانت من كلمات الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي وألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي. هل تعلم عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، ان كان في قصيدة بعنوان انتظار كانت هتجمع الثلاثي دول مرة تانية، والناس كانت منتظرها بفارغ الصبر وقالوا انها هتكسر الدنيا، لكن القدر لم يمهل ام كلثوم وماتت من قبل ما تغنيها. طيب ايه حكاية القصيدة دي؟ وياريت تخليكم معانا للاخر علشان هنسمعها لكم وهي متلحنة بصوت الموسيقار الكبير رياض السنباطي، علشان تقولولنا يا ترى لو كانت أم كلثوم غنت القصيدة دي كانت فعلا هتكسر الدنيا بيها وتتفوق بيها على قصيدة الأطلال ولا لا؟ وطبعا قبل ما بنبدأ بنفكركم بالاشتراك في قناة نجوم الغلاف وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم لحد عندكم كل جديد احنا بنقدمه. وبينا نبدأ. انتظر الناس بفارغ الصبر قصيدة انتظار اللي كانت هتجمع بين الثلاثي أم كلثوم ورياض السنباطي والشاعر الدكتور إبراهيم ناجي مرة تانية، وزاد من اشتياقهم لما عرفوا ان الموسيقار رياض السنباطي انتهى من تلحينها واداها لأم كلثوم علشان تتدرب عليها وتستعد لتقديمها في أقرب حفل ليها، لكن القدر شاء ان أم كلثوم تتعب وتسافر خارج مصر عشان تتعالج، والغريبة انها أخذت معاها شريط الأغنية دي وهي مسافرة، لكن لما عادت إلى أرض الوطن كانت حالتها غير مستقرة ومن بعدها راحت عن دنيانا دون أن يكتب لها القدر إنها تغني القصيدة دي. فأليف برضو المرحوم ناجي صاحب الأطلال ولحنته واكتمل اللحن وسجلته لها شريط كاسيت صغير كده وخليته بسفرت في الرحلة بتاعتها بتاع كل صيف للعلاج والفحوص اللي كانت بتعملها، بس فما قدرش لها أنها تغنيه لأنها عادت من الخارج مضمحلة خالص، وكان بداية المرض بقى اللي مسك فيها ده وما غنتوش الشباب. أشتري أحلام في سوق المنى سوق الهموم، لا تقل لي في غد موعدنا فغلب الموعودنا لا إن كان مهومي. أعزائي المشاهدين بنفكركم بسؤالنا، يا ترى بعد ما سمعتوا جزء من قصيدة انتظار بصوت الملحن الكبير الموسيقار رياض السنباطي، هل فعلا لو كانت أم كلثوم غنتها كانت هتكسر الدنيا وتتفوق بيها على الأطلال ولا لا؟ في انتظار رأيكم في التعليقات، وحتى نلتقي بنقول لكم إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الموناليزا صاحبة أشهر لوحة في التاريخ، وأتحدث إليكم من قناة نجوم الغلف. أعزائنا المشاهدين، شاهدوا هذه الفيديوهات على قناة نجوم الغلف، ولأني أنا الموناليزا أوجه لكم الدعوة للانضمام إلى قناة نجوم الغلاف. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع قناة نجوم الغلف، وانتظرونا دائما مع فيديوهات جديدة على قناة نجوم الغلف على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.